إلى بيروت مع الفنانة نانسي عجرم نجمة الإعلانات الأولى بلا منازع. فبعد إعلانات المشروبات الغازية والمجوهرات والهواتف المحمولة، ها هي نانسي عجرم اليوم نجمة سيارة نيسان ميكرا 2012 في الشرق الأوسط. وللإعلان عن هذا الموضوع عقد مؤتمر صحفي في بيروت بحضور حشد من الوسائل الإعلامية. الزميل عماد هواري كان هناك وعاد بالتفاصيل. انبسطت كثير لما عرفت انه اسمي بيرتبط بشركة نيسان لانها شركة عالمية، وانبسطت اكثر لما عرفت انه السيارة ميكرا. حبيت الفكرة لانها سيارة هيك سامبل وصغيرة ونامية، يعني ما انا سيارة لاكجري انه عم صور لسيارة كبيرة وشبابية وكيوت بالوقت ذاته، وفيها السيفتي الكاملة مثل أي سيارة كبيرة. بستعملها بأيام العطلة أنا والولاد. والأهم من هيك إنه أقل بوليسيون بكتير، يعني بالوقت اللي نحنا عم نعاني من بيئتنا للأسف. أكيد اختيارهم صحيح، لأنه هي مثل ما عرفنا أنه هي لكل الأعمار، ولكن نانسي بتمثل الشباب. قديش هلأ طلاب وطالبات بالجامعات يتشجعوا لهالسيارة اللي كلها مثل ما يقولوا عندها مواصفات عالمية؟ إن شاء الله، أنا بتمنى هذا الشيء أكيد وبنصحهم. سيارة فيها أربع إيرباك كستاندرد أوبشن، فيها ABS وموتورها 1500 سي سي. السيارات اللي بفئتها موتورهم 1000 سي سي لل 1200 سي سي، يعني سيارة صغيرة بتوفر بنزين وبنفس الوقت فيك تستعملها بكل لبنان. نعم هذا اللي بيميزها عن غيرها، بما انه بتتميز كثير عن غيرها بغير سيارات فئتها، فكمان بتتطلب يكون في سفير لها. والسفير لها هو نانسي عجرم لعدة أسباب. أول شيء نانسي عجرم بتجذب جميع فئات الأشخاص، ونفس الوقت نفس السيارة بتجذب جميع فئات الأشخاص، صغار وكبار، رجال نسوان، نفس الشيء مثل نانسي عجرم. التحضيرات للألبوم الأطفال المقبل؟ لأنه عم تخلص، عم يجهز. ما بدنا نقول لك عودة سلامتك على وفاة الأمير محمد صاحب الأغنية الخليجية اللي كنت بدك تصوريها الأسبوع الماضي. حتتصور ولا شو؟ إن شاء الله رح تصور أكيد، ورح تضل ذكرى. أسعد الله مسار، وزعلت كثير صراحة، بس يعني أنا عزيت عائلته، وهلأ من خلالكم كمان بدي أتقدم بالتعازي للعائلة. The all new Nissan Micra in sync with the city.